نتمنى دي بروتيز دو مامبر سوبيريور. هذا سي البروميير بالنسبه لينا في لا سونتي بيبليك باسكو بون حنا مونتي البروميير سونتر اللي تيدير هذه المساله. فرحانين بهذا المركز هذا لان ما كانش عندنا، كان عندنا مركز صغير والحمد لله بدا كبار وتوسع. الكورس الاول عملته له ب 700 الف فرانك ورجعت هنا ثانيه درنا الحمد لله عملته له كارطة درامير الحمد لله كل شيء فابور. هذا السونتر كيكوفري الشاون والزان المضيق فنيدق تيتوان والحسيمه. تعتبر هذا المركز الجهوي للطب الحركي والترويض مرجعية طبية في الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة. هذا المركز اللي تم التدشين ديالو من طرف صاحب الجلالة في أبريل 2014 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة. هاد الالتفاتة ديال صاحب الجلالة للناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي في والعطف المولوي عليهم في الجهة ديالنا. فيه هذا المركز فيه 29 اطار طبي، فيه 6 ديال التخصصات، فيه عنده تخصص ديال الكينيزي ثيرابي، الترويض الطبي، تقويم النطق، تقويم البصر، الناس ذوي الاعاقه والبسيكوموتريسيان، يعني الطب الحركي النفسي الحركي، وكذلك المساعده الاجتماعيه، مقسوم على ثلاثه ديال الوحدات، الوحده ديال التقويم وزراعه الاطراف. فكيف ما كتعرفوا الحمد لله بالنسبه لنا حنايا كالمؤسسه الوحيده، المؤسسه الاستشفائيه الوحيده اللي تابعه لوزاره الصحه اللي خدات البادره في السنه الفارطه في 2017 ديال، هي المؤسسه الوحيده اللي عطاتنا كنديروا زرع الاطراف العليا. البروتيز ديالك واجدين باش نديرو المساج ان شاء الله، لا سيونس غادي تكون اليوم. دابا نحن نوقفو نديرو شويه لا مارش، نعطيك لي ديكيب. غادي تمشي في هاد دابا في هاد المراحل الاولى كيتمشى نورمالمون في لي باغ باراليل، حنا دوزنا هاد ليطاب ودابا هو كيتمشى بيكي واليد الاخرى راه دايرها في هاد لاباغ وغادي ايطاب باغ ايطاب، من بعد ان شاء الله غادي يولي يتمشى بلي بيكي وحده. دونك سي ان كان اللي هو شويه صعيب بيامبوتي، يعني عنده دو بروتيز. انا كنت صحيح الحمد لله صحيح وتنخدم وهذه الحمد لله ماشي مع العمل ديالي وداكشي، ومرضت بالسكر وجالي مرض رجلي، مرض لي رجلي ومشيت للطبيب ومن بعد حيدوا لي رجلي بتروي لي رجلي بجبين، حيدوا لي الاولانيه ديال اليمنى، ومن بعد عاود ما بيناش شهر بين بعد هذه، او قال لي الطبيب قال لي والو ضروري حتى هذيك تتحي، او حيدت لي. ودابا هذه عام وانا جالس في الدار، ايوا الساعه اتصل الولد ديالي طلعني هنايا وهذه شاب لي شي هنايا وهذه، وطلعنا هنايا وطلب لهم دي الشي وهذه، والحمد لله سعدونا بزاف وهذه وعملوا معنا مزيان وعدلوا لي الشيء. اما انا كنت جالس في الدار خصني نجد الناس باش نمشي للحمام، نجد الناس نمشي للكاروسه خصني نجد الناس. دابا ولدي اللي ساعدني الحمد لله، عندي الرميد وجبت الرميد ديالي وجبت، انا خلصت حتى ريال واحد ما خلصتوش، سنتيم واحد ما خلصتوش هنا، باطل عدلوا لي الشيء الحمد لله وشكر لله. ما Thank you.
تخافيش نشوف كيفاش عادل لكونيا صافي عادل لكونيا شنو عندك ديري بحال هكذا ديري بحال هكذا نشوف ديري بحال هكذا ديري هنا يديري هنا نشوف ديري هنا نشوف يا راه نديروها بجوجنا نديروها بجوجنا الدراري فاش كيجيو عندنا الترويض غالبا الترويض كيكون اخر مرحله من بعد ما كيمشيو عند الطبيب كيدوزوا مثلا عمليه يعني اصلا كيدوزوا مراحل ديال الخوف ديال شحال من مرحله يعني ملي كيجيو الترويض كيكونوا جايين اصلا مخلوعين جايين خوفانين كنحاولوا نستقبلوهم كنهدنوهم شويه عاد كنديروا معاهم الحصه يعني الحصه الاولى والثانيه كنحاولوا نتعاملوا معاهم شويه يعني ما كنبداوش معاهم الترويض كنقصحوا معاهم شويه بشويه عاد كنبداو الحصه ديالنا كنهدنوهم كنتعاملوا معاهم الماكينه باش كيقطعوا القفص ديك الصداع ديالها باقي كتخاف منها دابا هي بحال هي باقا خوفها الحريق ديال مثلا دوزوا شي عمليه ولا دوزوا شي حاجه يعني ضروري كيكون الخوف شويه بشويه كنتعاملوا معاهم حتى كيتهدنوا ويولفوا الحصص يعني كيدوزوا شي 4 ولا 5 الحصص كيولفوا معانا من بعد صافي كيتعاملوا معانا عادي كيجيو كيعطيونا كارطه ديالهم كيضحكوا كنضحكوا معاهم كندوزوا الحصه ديالنا السلام عليكم دكتور بس بخير صحة بس كنتي بخير لا بس مزيان صيفطنا عندك لحساب واحد أميرة لاباس اختراطو ديال أميرة والترويد ديالك درتي درت الحصة ديال الترويد ودابا جيتي هنا باش نشوفو لك هاد لوطيز ديالك إن شاء الله فهمتي إلا بغيتي نسأل روندوفو كمان كونجينيتال دونك إلتي سويفي على رابا ودابا جات لعندنا هنايا بور لا كونتينيسيون ديال لو تريتمون ديالها هي الى بينيفيسي دي سيونس ديال الكينيزي ثيرابي معنا هنا ودابا خصها اون اتيل ان فليكسيون ان شاء الله ناخذوا لي ميزور ديالها بحال هاد السيد كنتبع في الرباط ومنين جا لعندنا المركز الخدمات ما يعني عنده حصص ديال الترويض غادي يديرهم في الطبقه الاولى وتعود عندنا لونيتي هنايا ديال لاباغياج باش دار لي لوطيس ديالو يعني ماتي المركز ما غاديش يخرج من المركز حتى غادي تقضى لي ان شاء الله باذن الله كلشي مزيان ماشي مزيان حاجه كتزيد مزيان ملي كتزيد زيد نشوف هكذا زيد سير عند ماما هاجي دونك هاجر كانت بحكم البعد هي كانت متبعه في الرباط وهذه واحد العامين جات عندنا المركز الحمد لله وحنا كملنا معها العلاج ديالها بديت بالحاله بنتي في الرباط الكورس الاول عملته له ب 700 الف فرنك ايوا ورجعت هنا نسالي دار الحمد لله عملته له بكارطه ديال الراميد الحمد لله كلشي فابور ايوا الحمد لله بنتي الحمد لله حنا ماشيين كيستقبل جميع الفئات يعني كل الفئات ذوي الاحتياجات الخاصه والقدرات المحدوده وكاين المرضى اللي تيجيونا كسوسو هنا من لوبيتال من لي سيرفيس اولا من لو بريفي تيجيو لهنا المركز الحمد لله عنده واحد الصبغه طيبه وكاين اوتو طبيه وشبه طبيه اللي مختصه بجميع التخصصات دونك تنستقطبوا جميع المرضى تيجيو لهنا المركز كما هنا يا من لوبيتال اولا من لو بريفي تيجيو وتيستافدوا من الخدمات اللي عندنا الترويض الطبي هو إعادة ديال تأهيل المريض من بعد ما تيتعرض لحادث حادث إما مرضي وإما من بعد ما تيتعرض لشي حادثة اللي تتأثر عليه سواء حادثة سير سواء شي حادثة اللي غتأثر له على الحركة ديالو
مارس 2018 كنا درنا دي بروتيز دو ممبر سوبيريور وهذا سيت اون بروميير بالنسبه لينا في لا سونتي بوبليك باسكو بون حنا هو البرومي سونتر اللي تيدير هذه المساله وكنتمناو تعمم بيان سور على طول لي سيكتور بوبليك قمنا باربعه ديال لي بروتيز دو ممبر سوبيريور وفات السنه عاوتاني مبرمجين خمسه ديال لي بروتيز دو ممبر سوبيريور ونتمناو ان شاء الله العدد غادي يضاعف بطبيعه الحال في هذا الاطار ديال لابارياج عندنا عاوتاني المرضى اللي تيستافدوا من الامراض اللي مثلا لي كورسي كنديروا لي سكوليوز كنديروا هذا وكنتبعوهم في المركز كيتبعوا عندنا في المركز وكيجونا من يا الناس اللي ديال الصحه يا الناس اللي تيجيو للبريفي تيبغيو يديروا عندنا لي كورسي كلشي كيستافد من الخدمات ديال المركز. هذه الحاله ديال التاخر النفسي والحركي غوتار بسيكوموتور المهم كيخلقوا هكا اذا عندهم تصلب ديال العضلات حركه والو النفسانيه ديالهم مهزوزه فهمتي تكون مهزوزه دونك يبداو ملي كيخلقوا لا نيسونس ديالهم الخلق ديالهم كيبداو في الحركه الدور ديالنا باش ما كنخليوش هاد العضلات يزيدوا يتصلبوا بزاف ها باش نيفيتيو داك لي غيدور ارتيكولير اميوتروفي مسكولير العضلات كيضعفوا المفاصل كيتصلبوا كيقصحوا وحنا كنعجلوا باش ما يكونش باش تكون واحد العيشه سليمه وواحد الراحه سليمه من هنا للقدام فهمتيني ديالي انا هو بحال ديك الغضروف الغضروف مابقاش يعني العظم بدا كيتحكم مع بعض مع مع بعضه دابا هادي 5 شهور وانا كنتعالج عطاوني شي علاج المهم ديك العلاج عطى المفعول ديالو بالنسبه لي انا كنت غير ما نقدرش مثلا نطلع في الدروج الا كنت غير جالس وبغيت ونسيت راسي وعمدت على درجة هذا كيخرج لي ديك العظم كيخرج من بلاصتو كيبقى يحرقني كيألمني بزاف وي دابا ملي جيت لهنا الحمد لله شويه بقيت كنحس شويه بالراحه و بالفضل ديالهم مساكين عاود كيتمرجوا معنا شي حاجه و... ايوا هادشي اللي كاين نطلب الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى هذا اللي عرف. هاد لانفراغوج عندها جوج الادوار الدور الاول هو سيداتيف يعني كتهمد لا دولور الكالم لا دولور دونك الدور الثاني كتحسن الدوره الدمويه كاميليوري لا سيركولاسيون سونغي هادو جوج الادوار اللي عندها علاش كنديروها باش يسخن الرجل باش الدوره الدمويه ترخف شويه في نفس الوقت باش تقلل منا شويه هاد الالم لان كنعرفوا الترويض واحد هو كيخلق كيكري لا دولور كيخلق الالم دونك كنحاولوا نكالميو بها شويه هاد لا دولور ملي كيسخن واحد 10 مينوت كتبقى نحسوا بان الدوره الدمويه مزيانه لا سيركولاسيون مزيانه في الرجل دونك الحركه كنحسوا به بدا يتكلم شويه كنحيدوها ساعه كنبداو بلي موفمون ديالنا انا المركز تبارك الله يعني اللي فيه كاملين يعني بحال دابا جيت ما لقيتش هذا مثلا هنا عاود كيديو لي شي بلاصه غنبقى كتبرع بحال وعاود عاود مشيت عاود مشيت المهم كاملين تبارك الله فواحد المستوى عالي بالنسبه للترويض وحنا فرحانين بهذا المركز هذا لان ما كانش عندنا كان عندنا مركز صغير والحمد لله دابا كبار وتوسع وكاين بزاف ديال الممرضين اللي كاين دكاتره كاين مروضين كاين اللي كيدربوا والحمد لله كاملين كنلقاو فيهم واحد الحب ديال هذا المهنه اللي كيعمل شي
الفئه اللي كنخدموا مع اكثر هما الاطفال. ماشي هذا ما كيعنيش ان ما كاينينش الناس كبار، كاينين، ولكن الاطفال هما اللي كيشكلوا واحد الفئه اللي لا باس بها اللي كنخدموا معاهم. دونك كنحتاجوا دي بوزل، كنحتاجوا دي فوتو لونغاج، لي فوتو ديال الحاجات اللي كنحتاجوا في الحياه اليوميه ديال لي زانيمو، بزاف الحاجات، شي ماتيريال اللي كيخدم على التركيز، على الانتباه. شا لا شام شون سون 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 تري بيان، برافو انت مزيان. حول و حل حل و تري بيان مزيان. مثلا واحد اللي عنده مشكل مخارج الحروف ماشي مزيان، غنعتمد على صوتي، غنعتمد على لي زابيس لونغ، غنعتمد على نوريه مخرج كل حرف منين. دونك هذاك ما نحتاجش مع شي ماتيريال. عاوتاني الناس اللي عندهم ديسفوني ولا عندهم ان بيغيمون كيتمتموا، هذا كنخدموا معاهم بالتنفس، دونك ما نحتاجش ان ماتيريال. فهمتي؟ على حساب كاينين دي تروب اللي كتحتاج فيهم ان ماتيريال اللي هو ملموس بحال هكا، وكاين شي دي تروب اللي كتحتاج مثلا غير الهضره، غير لا كومونيكاسيون، غير توريه مخارج الحروف وداكشي. الطفله اللي معايا السن ديالها 10 سنين عندها صعوبه في التركيز وفي الانتباه، الشيء اللي اثر عليها بشكل سلبي في المدرسه ديالها وفي التحصيل الدراسي ديالها. وكما كنشوفوا دابا اننا كنخدموا معها الانشطه اللي كتطلب منها واحد التركيز وواحد الجهد عقلي كبير، كما كتعرفوا ان التركيز والانتباه هو اساس اي تعلم. يعني الا ما كانش داك الا الواحد ما كيركزش وما كينتبهش، يعني راه صعيب باش انه يتعلم وصعيب باش انه يميموريزي الاشياء. وكما كتشوفوا هاد لاكتيفيتي اللي عطيتها دابا كنعطيها واحد لافيش اللي هي هادي، وكنعطيها انا صوب برودوي هادشي في هاد لو طابلو هذا. يلا جينا كملتي، برافو عليك. يلا نعاودو نعطيك واحده اخرى، يلا نعوضو بحال هادي. بالنسبه لبغينا نتكلم لكم على الاختصاص ديال النفساني الحركي، هو واحد التخصص النفساني لا بسيكوموتريسيتي اللي هو النفساني الحركي، هو واحد التخصص جديد اللي يلاه دار في المغرب وفي العالم. هو كيعتمد التخصص ديالنا على جوج اللي هو نفساني وحركي، اللي هو الجانب النفسي العاطفي ديال الطفل والجانب الحركي اللي هما مرتبطين مع بعضياتهم. هذا الارتباط القويم، وكان كتعتمد هذا التخصص ديالنا على بالاساس على الحركه الاساسيه لدى الطفل. مثلا في المراحل الاولى، من المراحل الاولى من الجلاس، الوقوف، المشي، وكذلك حتى الحركات المعقده. يعني الطفل النمو النفسي السليم ديال الطفل كيؤدي الى النمو العاطفي النفسي ديال الطفل، كيتماشى مع الجانب الحركي ديال الطفل واستجابه ديال الطفل. فمثلا الحالات اللي كيجيو عندنا هنايا كنعتمدوا بالاساس على القدرات ديال الطفل، من بعد كننميو ديك القدرات وكنطوروها بالترويض. بالنسبه للحالات اللي بحال الحالات اللي عندي دابا هنايا، عندي جوج الحالات اللي عندهم، وحده عندها اللي كنقولوا شويه تاخر في العقلي، يعني تيكون تاخر شي شويه على مستوى العقلي، نقص في التركيز. مثلا لهذا النقص التركيز واللي كيؤدي على الناتج عن الحركه المفرطه، تقدر تسبب كتاثر على المحصول الدراسي. لهذا ان الترويض كيساعد هاد الاطفال، وايضا اطفال التوحد اللي اكثريه اللي عندنا هنايا كنستقبلوهم بزاف والناس اللي عندهم شلل دماغي، هادو هما الحالات بزاف اللي كنستقبلو هنا في المركز. شويه يلا بشويه هاك، ما تخافيش هاك، زيد حاولي تحطي رجلينا، زيد ها كمل، ها بشويه زيد كمل، يلا زيد ها انت يلا فرحت، يلا زيد.
المريضة ديالي عندها مشكل ديال ارتخاء في العضلات وفاتيك فيزويل، الشيء اللي كيعطيها حرق في الراس وكتكون عندها صعوبة ان العين ديالها يتجمعوا، خصوصا ملي كتستعمل الفيزيون دو بري. دوكو انا كنخدموا ليها الترويض حصة في باغ سومين اللي كنحاول نخدم ليها العضلات ديالها باش نيليميني هذاك الارتخاء اللي كيعطيها حرق الراس. والحمد لله مع الحصص كتكون نتيجه حسنه. كنخدموا هكا بلاباري سينوبتوفور وكنخدموا مانيوالمون تمارين، كنعطيها حتى تمارين في الدار تخدمهم. كنخدموا كندوزوا حصص هكا بزاف، كنعطيها تمارين في الدار تخدمهم، وهكا داك الحريق ديال الراس اللي كيكون عندها وديك لا فاتيك فيزويل كتيليمينا. بالنسبه للوحده ديال تقويم البصر كنقوموا باستقبال مجموعه من المرضى من فئات عمريه مختلفه سواء كانوا اطفال او اشخاص بالغين. كنقوموا بتشخيص ومعالجه مجموعه من المشاكل او الاختلالات ديال العضلات البصريه ككسل العين بالنسبه للاطفال، ارهاق العين، شلل العضلات البصريه او مشاكل في الالوان. كتختلف المده ديال العلاج او عدد الحصص من شخص الى اخر على حسب مجموعه من العوامل. كنذكروا منها امتى بدا لو تريتمون ديالو لو باسيون، الالتزام ديالو بالمواعيد وبزاف ديال العوامل وحده اخرى. داكشي علاش كنصح لي بارون زعما يديو الوليدات ديالهم يزوروا اطباء اخصائيين في العيون في السنوات الثلاث الاولى، لحقاش كل ما كان العلاج تشخيص مبكر كيكون العلاج افضل وكتكون النتائج ممتازه. دابا بحكم هذا الاستقطاب وهاد القوه اللي ولا وهاد الامباكت اللي ولا عنده في 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 فاحنا الحمد لله في اطار المناقشه مع في في في, في, في النسخه الثالثه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اننا نشوفوا اننا نعزوه بواحد المركز اخر جهوي كذلك، يعني يكون واحد يعني لانكس ديالو خارج اطار المستشفى وقريب للمواطنين، لانه هذا ما بقاش الاستيعاب ديالو ولا يعني بحكم القبول ديال الاستقبالات ديالو ولا عنده، ولينا محتاجين اننا نديرو واحد لوتر سونتر، لان كيف ما كتعرفوا هذا لو سونتر كيكوفري الشاون وزان المضيق فنيدق تيطوان والحسيمه، وكاين مراكز اخرى اللي غادي تكون ان شاء الله التدشين ديالها مقبل وقريبه في طنجه اللي غادي تعاون في التخفيف على في طنجه. كاين واحد المركز ديال الشراكه ديال مع المجتمع المدني، وكاين مركز مع الانديه وزاره الصحه غادي في القريب ان شاء الله خلال هذه السنه هذا غيتم التدشين ديالو والانطلاقه ديالو.